السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما معكم بالعلم المتقع الناطق رسمي لعصبة الدار البيضاء الثقافية والرياضية، ونحن نتواجد عند أحد أبطال الجمعية البيضاوية طونديم أوليدا بوزوبا، أبطال مسابقة مدينة أولا جرار، ونشوفوا الأبطال ديالنا كيفاش استعدوا لهذه المسابقة وكيفاش كان الإعلان ديالكم في هذه المسابقة. الأخ أوليدا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، كيف داير خويا؟ بخير، كلشي مزيان، لاباس عليك؟ الحمد لله. وكيفاش كانت الديكلاراسيون ديالك الاخ منير؟ الحمد لله، الديكلاراسيون دازت ممتازه، الحمد لله. الحمامه فاجاتنا، هذا هو اللي كاين. الحمد لله. بالنسبه للحمامه شنبوره ولا كبيره الاخ وليده؟ صغيره صغيره مولات العام ياك، بارك الله عليك. هذه هي الحمامه المعلنه عند الابطال طونديم بوزوبع وليده عن الجمعيه البيضاويه. ونبداو الاخ منير بالنسبه للعمليه الكونترول، بالنسبة للورقة الأخ منير، عندك الورقة باش نوريو المشاهدين الكرام توقيت الإعلان ديالها ولونجمون ديال هذه الحمامة بالنسبة للعملية الكونترول عند أحد أبطال الجمعية البيضاوية طونديم بوزوبع وليدة. بالنسبة للونجمون الأخ وليدة، اش متوقيت هذا؟ مع 8:13 دقيقة و30 ثانية. بعد ما شفت أنا الورقة بعدا من قبل، بأن تأكدت بأن العملية ديال الكونترول صحيحة بالمئة. وبلا ما نطول على الاخوان ديالنا، ما بغيناش نوريو النيميرو ديال الباك على حسب القراصنه اللي كيتواجدوا خارج مدينه الدار البيضاء، وبالاخص القنص العشوائي. وتحيه لكم من هذا المنبر مباشره عند الابطال ديالنا طونديم بوزوبع وليدة. وبالنسبه للحمامه الاخ وليدة، وانت ياك؟ وانت عندك شي انجاز سابق ولا اول انجاز؟ اول انجاز ديالنا. لا اصلا اللاعبين مش شباب، باقي صغار. هذا هو اللي كاين، حنا ما فهمتش، باقيين صغار بزاف. شهر 11 شهر 10 شنو يبقى باقي صغار بزاف. بديتو معطلين وقيله في عمليه الايرفاج ياك؟ بديتو معطلين، ولا كان ممكن تقدر تعطينا البيديغري ديال الاخ وليدة اذا كان ممكن؟ بيتر فان درموي، تبارك الله عليكم. من بوم من 100% بيتر فان درموي، تبارك الله عليكم، مبروك عليكم. الطونديم ديالك بوزوبع ما حاضرش؟ لا ما حاضرش، ما كاينش شي غرض. تحيه لي من هذا المنبر مباشره من المنزل ديالو. تبارك الله عليكم الاخ وليدو، حققت واحد الانجاز كبير وكبير جدا. الله بغانا نفرحوا فرحتنا الحميمه هذه بلا ما كنحب. وكنشكر الاخ وربان الصديق العزيز، وكنشكر الاخ سمير غلفان الصديق تاعو ديالنا اللي فرحوا لينا، والاخ يونس تا هو صديق ديالنا تا هو فرح لينا. شكون يونس؟ مقادير. مقادير، والحمد لله أصدقاء اللي نسيتهم يسمحوا لينا، والحمد لله إنجاز فرحنا وتخليك تحمس عاوتاني باش تقصر، وهذا هو الإنجاز اللي واخا المسابقة دات شوية ماشي سهلة، دات صعبة شوية. ولا تجرر ماشي سهلة. مطلق الحمام عدد كثير، مع الرباط مع برشيد مع ثلاثة العصاب، ثلاثة عصبة، عصبة الغرب، عصبة الشاوية، وعصبة الدار. العام اللي فات أكدت انا والاخ طونديم اللي كنت انا وياه الرحماني تا ديكلارينا فيها، وعاوتاني انا كنأكد عاوتاني فيها. كتأكد عاوتاني الحمد لله، تبارك الله عليك. ديما ومنير ديما حاضر معنا ياك، ديما حاضر هو والطونديم ديالك الاخ بوزوبع، تبارك الله عليكم. شحال حمام ديتو المسابقه الاخ وليدة؟ 19 حمامه. اي وشحال توصلت دابا بالديكلاراسيون؟ وصلنا دابا 17 حمامه الحمد لله، باقيين جوج. باقيين جوج؟ باقيين جوج شنو؟ راه كلشي شنو؟ المهم المعدل ديال 96%، تبارك الله عليكم. باقي جوج حمامات، راكم قايمين بالواجب واستعدتوا بما فيه الكفايه الاخر. وبالنسبه للاستعداد ديالكم في هذه المسابقه؟ ضروري الاستعداد. واستعدتوا بالنسبه للمسابقه ديال الموبيطو ولا بالنسبه للمسابقه عاديه؟ درنا جميع الاحتمالات. جميع الاحتمالات. راه تلقى هذه ولا الجراره ماشي سهله، راه المغرب هذاك الشيء اللي كاين. المغرب كتعول على كل شيء. من جد وجد وما زرع حصد. والحمد لله. بارك الله عليك. احساس الحمد لله، باغي نديكلاري وديكلاري. الحمد لله. احساس الحمام مبين لك. والحمد لله. وهذا الموسم ما فرختوش زعما الحمام بزاف، فرختوش على عدد قليل. قليل والحمام تضرب لينا وشي صغير، فهمتي الشنابر كيضيعوا شويه، هذا هو اللي كاين. الموسم القادم ان شاء الله. ان شاء الله. بغيناكم تكونوا حاضرين ان شاء الله، لبغى الله سبحانه وتعالى وسخر الله، وترجعوا عاوتاني ايام زمان، ايام الامجاد والبطولات. هذاك الشيء اللي كاين ان شاء الله. ان شاء الله مع بوزوبع يكون الخير ان شاء الله. يكون الخير ان شاء الله. تبارك الله عليكم. شي تحيه تقدم للاخوان ديالنا. ونشكر جميع الاخوان اللي سهروا على المسابقه هذه، كاملين الناس اللي سهروا على هذا الشيء، هذا برافو عليهم. الحمد لله، هادشي كنشكروا الناس اللي داروا العصبه الجديده واللي داروا هادي وهادي، حتى العصبه القديمه الحمد لله كلشي
حنا خوت مع كل شيء هو واحد. وكان الولاعة عزيز علينا الولاعة، حنا فين كانت الولاعة وكانت النية صافية والقلوب طيبة. مرحبا، هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين، هذاك الشيء اللي كان يخدموا هادي ويخدموا هادي يكون على الخير ان شاء الله. وكنتمناو الجميع الموالي يفرحوا، ماشي زعما كاين ما كنحسدو حتى شي واحد الحمد لله. كلشي يفرح وكلشي ينشط وكلشي يضحك وكلشي يدير خير، هذا هو اللي كاين. تبارك الله عليك الاخ منير، كنت تعلم المجهودات اللي كدير. واش هذا راه ماشي اخويا حتى ساهل، راه كتمشي من هنا كتمشي كتسير المغرب كامل حتى راه ماشي ساهل. ودابا الحمد لله انت مازال تمشي للبرنوسي، كتمشي لعين الشوق، كتمشي للحي الحسني، كتخلي حتى قنت، ماشي زعما ساهل. حتى راه كدير واحد كتشهر المسابقه هذه بجميع المواصفات ديالها. هذاك الشيء اللي كاين الاخ منير، ولو الوقت ضيق شويه داك تبارك الله كنشكروك. وكيحضر معنا واحد الاخ، واحد البطل حتى هو من مدينه الصوره، الاخ خالد نادير، اللي غيتكلمنا اكثر على الابطال ديال الطونديم بوزوبع وليده. كنشكرو اول حاجه، كنشكرو ملاحه فوز الاستقبال وكنهنئوهم وكنباركو لهم بهذا الانجاز. راه ماشي ساهل، ما هو مليح مليح حتى ريشه. هذاك الشيء اللي كاين، حمامه ممتازه تبارك الله، الله يسخر. ديكلاريا مع جوج دقائق مع حمام وبركه اول عام عندها تم التطوير الانجاز ديالها. يلاه رجع مؤخرا وكيأكد انه رجع دم قوي ان شاء الله. ومع الطونديم وليده حتى هو اللي ماشي ساهل، غادي يمشيو بعيد ان شاء الله، غادي يمشيو بعيد. كنباركو لهم، كنسلموا عليه من هنايا، كنوجدوا ليه التحيه، كنباركو لهم بهذا الانجاز. وتحيه لجميع الابطال مدينه الصويره بدون استثناء. اخ وليده شي تحيه للبطل الكبير يوسف الصديق اللي كنت تواجد في الديار الهولنديه. اخ عزيز علينا السيد هذا الكبير من جوده الكبار، ومبروك عليه، مبروك عليه بالمسابقه ديال امس. اللي درف الراس ما ساهلاش، وكيشرف المغرب هذا السيد. هذاك الشيء اللي كاين، الابطال المغاربه راهم في هذا الموسم وبالنسبه للموسم المنصرم راه اكدوا عن جدار واستحقاق بانهم الابطال المغاربه حاضرين في تربيه هوايه الحمام السباق. شي زعما في الدم، الحمام عزيز عليهم. المغاربه اللي عزيز عليه شي هوايه، هوايه ديالهم كيتفكش، هذا هو اللي كاين. داكشي اللي كاين، تحيه كالاخ يوسف صديقي، وتحيه لجميع الابطال المغاربه اللي كتواجدوا في الوطن العربي بدون استثناء. هادشي اللي كاين، وبلا ما نطول عليكم الاخوان، هذا كل ما يتعلق عند الابطال ديالنا الطونديم وليده بوزوباع، ابطال الجمعيه البيضاويه وابطال عصبه الدار البيضاء الثقافيه والرياضيه. من هذا المنبر كنشكر جميع الاخوان ديالنا اللي كيشاهدوا معنا هذا الفيديو، سواء في الوطن العربي، اوروبا، امريكا، المملكه المغربيه خاصه. الى هنا نستودعكم الله، وفي امان لقائكم مره اخرى ومع بطل اخر. في امان الله.